السيس، كيف تشهد النتائج العملية للكتاب المقدس؟ اوكي، احنا ارجو ان احنا يكون لنا فرصه كمان نتكلم عن شهاده الشهود يا استاذ نزار، أكيد أكيد، على اعتبار انه ده تكمله للبرهان القانوني اللي اتكلمنا عليه قبل كده. لكن حابب ان انا اتكلم عن انه النتائج العمليه تشهد للكتاب المقدس. لو اني انا ماسك سيف ولي في عدو وبيقول لي السيف ده مالوش لازمه ومالوش تاثير، يمكن لو جرحت بيه اي حاجه او خدشت بيه اي حاجه يمكن يبان تاثيره فيعرف الحكايه دي. عشان كده احنا بنقول، وانا نفسي ان احنا الجمل دي ترسخ في اذهاننا، ان عصمه الكتاب في ان ما يقوله حتما سيفعله سواء قبلناه او رفضناه. مره ثانيه بكرر العباره، انه عصمه الكتاب المقدس تجعلنا وتؤكد، وهذا ما حدث، أن ما قاله فعله سواء صدقه الناس أو لم يصدقوه. فعصمة الكتاب المقدس زي ما بنقول dynamical not logical. عصمة الكتاب المقدس إنه ما تنبأ عنه، ما وعد به، لابد أن يتممه سواء فهمناه أو لم نفهمه. كلمة الله تحمل قوتها فيها وتأثيرها فيها. عشان كده بنقول not by argument but what it does. Not by logic but by power. ليس بالمنطق. يمكن المعجزات أكيد خارج نطاق المنطق، خارج نطاق العقل البشري والوحي، وكلمة الله كذلك، لكنها تفعل، وبالتالي بتؤكد أنها أن ما تقوله صحيح، وأن مصدره هو الله، حتى كنا مش قادرين نوزنه لأنه بالفعل بيحدث. أنا بفتكر كلمات الكتاب في سفر العدد أصحاح 23 الآية 19، وهو بيقول هذه الكلمات: ليس الله إنسانا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يتكلم أو يعد ولا يفي. الله لما قال في سفر التكوين قال الله 10 مرات، يقول الكتاب قال الله، وما قالوا في سفر التكوين عن الخليقة كان. نعم. كان قال الله مثلا ليكن نور فكان نور. الفكرة مش فكرة أدلة ذهنية أو منطقية، لكنها عملية. الله حكم على العالم بالطوفان وصنع نوح الفلك، مش الفكرة فكرة نظرية ربنا قال ولا لا. لكن النهاردة الطوفان العالمي من خلال الحفريات الموجودة في أعالي الجبال بتؤكد وبتثبت بالفعل ما حدث. الضربات 10 اللي حصلت في أرض مصر، خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، ده حدث تاريخي، حدث تاريخي. وبالتالي مجيئهم في مصر حدث تاريخي موثق تاريخيا. شعب إسرائيل ظل في مصر حوالي 400 سنة والرب أخرجهم، تاريخ. وما قالوا الرب عن أنه سيخرجهم، أخرجهم إلى أرض كنعان. إلي نلاقي في سفر الملوك الأول قال للأخاب الملك: لا يكون مطر ولا طل إلا عند قولي. يمكن ده كلام لا يبدو غريب للملك أخاب، إزاي يعني السماء بطل مطر؟ وبالفعل حدث 3 سنين و6 أشهر. فالكتاب المقدس دليله فيما يفعله، فيما يصنعه. رجل الله أليشع قال: صحيح السامرة محاصرة، صحيح الجيوش من كل ناحية، صحيح إحنا عندنا مجاعة، لكن يقول لنا في ملوك الأول 17 كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. بيقول الكلام ده وبالفعل فعل. أسيس نزار، الكلام اللي يبدو عجيب جدا اللي قاله إيليا لما أخاب قتل نابوت اليزرعيلي ورمى بثته، يقول لنا الكتاب الكلام في ملوك الأول 21: في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت يا أخاب. في ملوك الأول 21 نقول ده شيء صعب، حدث أخاب. بس للتعريف قسيس، أخاب كان ملك شرير، كان ملك على إسرائيل،
المنطقة الشمالية، كان أشر ملوك إسرائيل، هذا اللي كان بيكلمه النبي إيليا. بالضبط، وهو اللي قال قصاص عليه لأنه افترى وبالتالي قال قصاص عليه. أليشع يقول غدا في الملوك الثاني الأصحاح السابع، غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. والرب بالفعل أزعج الأراميين اللي محيطين بالمحلة وتركوا خيامهم، وأصبح كلام الرب حقيقي. من أعجب الأمور، من أعجب الأمور اللي بنشوفها التمثال اللي شافه نبوخذ نصر في دانيال أصحاح 2، اللي رأسه من ذهب وصدره وذراعاه من فضة وبطنه فخذاء من نحاس ورجلاه سقام من حديد وقدماه بعضها حديد والبعض خزف. والتمثال في حجر قطع بغير يدين في دانيال أصحاح 2، ودانيال شرح، والشرح موجود في الكتاب المقدس. الرأس اللي من ذهب ده أنت أيها الملك ملك بابل، والصدر دي واليدين دي مملكة مادي وفارس، والبطن دي المملكة اليونانية، والفخذين والرجلين دول المملكة الرومانية اللي هتنقسم. وحط الشرح بصورة واضحة بصورة جميلة. واللي أنا عايز أقوله إنه اللي قاله دانيال حجر مقطوع بغير يدين ودمر التمثال كله، ضربوا على رجليه فتحطم التمثال كله، وده اللي حصل. شخص الرب يسوع أتى وساد بسلامه على هذه الممالك كلها. بالفعل أنا بذكر اليد اللي ظهرت على مكلس الحائط لبايل شسر اللي بتقول منا تقيلو وفرسينو، واللي دانيال فسرها وكانت نهاية ملك حكم بايل شسر اللي تنبأ به قبل كده العديد من الأنبياء.